بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بيكم أعضاء متابعين موقع دكتور كابانجو من معلوميات. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في الدرس اللي فات احنا تعرفنا على التاجز والاتبريوس، وفي الدروس اللي جاية هنتعرف على بعض منهم بالتفصيل الممل. ولكن في لغة HTML في الكورس نفسه مش هقدر ان انا اناقش كل التاجز والاتبريوس اللي موجودة في اللغة. طب والعمل دلوقتي يا محمد، احنا هنعمل ايه؟ انت حاول توضح لنا بقى ايه المفروض يتم. هوضح لك حاليا هنعمل ايه في الفيديو ده. طبعا في الفيديو ده هتلاقيني حاطط في الوصف تحت الفيديو رابطين. الرابطين دول هيبقى فيهم كل التاجز والاتبريوس، تقدر تقول عليهم مرجع كامل. هتلاقي كل التاجات والاتبريوس الخاص بلغة HTML موجود في الرابطين اللي انا هحطهم لك في وصف الفيديو، تحت الفيديو بالظبط. لكن في ملحوظة قبل ما اختم الفيديو، اوعى تنسى انك تراجع باستمرار دايما اللي اخدته في الدروس اللي فاتت، عشان ما تنساش. لغات البرمجة دايما بتحب ان يكون على اتصال مباشر بيها، يبقى لازم تتمسك بيها. وإلى الدرس القادم يا شباب، بمشيئة الرحمن.